تعرف المدن الكبيرة من خلال عدد سكانها والأسواق المنتشرة فيها، وتعتبر مدينة دمشق من أعرق وأقدم المدن الموجودة على سطح المعمورة. ففي هذه المدينة العديد من الأسواق القديمة التي وثقها التاريخ، ومنها سوق الخياطين الذي يعود تاريخ بنائه إلى العهد المملوكي. سوق الخياطين يمتد من منطقة البحرتين جنوباً إلى سوق مدحت باشا شمالاً، ويقع على امتداد جادة سوق الحرير وسوق القلبقجية، وعرف في العهد المملوكي باسم سوق الخواصين، كما كان يسمى القسم الشمالي منه بالقبانين، نسبة للذين كانوا يقومون بوزن الأشياء الثقيلة التي لا يستطيع الميزان العادي وزنها، لذلك كان يستعمل القبان الكبير لوزن الأشياء. وبعد فترة من الزمن سمي هذا القسم الشمالي بالقلبقجية، واشتق هذا الاسم من القبان. أما القسم الجنوبي الممتد إلى سوق مدحت باشا فكان يعرف بالطواقين. هذه التسمية أطلقت في أواخر العهد المملوكي بسبب بيع الأطواق الخمار النسائية في السوق، ويعرف السوق بأنه خاصرة سوق مدحت باشا وأبو الأسواق في دمشق القديمة. وبالنسبة للتسمية الحالية فقد أطلقت على السوق في العهد العثماني بسبب بيع المنسوجات والأجواخ، إضافة إلى وجود عدد كبير من الخياطين الذين كانوا يمارسون مهنتهم فيه. سوق الخياطين فقد الكثير من تخصصه القديم لأنه أصبح يحوي على الكثير من المتاجر التي تبيع الخيوط الحريرية والصوفية ولوازم الخياطة النسائية والملبوسات الشعبية، حتى أن البعض يسمونه سوق النساء بعدما كان سوقاً لبيع وخياطة كل أنواع الأقمشة، وقد كان يحوي على حمام شعبي قديم رمم آخر مرة سنة 1906، والآن لم يبق من الحمام سوى قبته المزخرفة ببعض الرسومات الهندسية، أما الحمام نفسه فأصبح عبارة عن محل تجارية.